بصراحة وجاوبني بصراحة، هل بتحسد النادي الأهلي وإدارة نادي النادي الأهلي على الاستقرار، على إن هم مستقرين والإدارة بتاعتهم مستقرة فقادرين إن هم يحققوا نجاحات وقادرين إن هم يكملوا؟ ما الاستقرار والاستمرارية جزء كبير من النجاح. أنت عارفة مصر حصل فيها كم ثورة، تغير كم نظام وكم، والأهلي ما بيحصلوش يعني النادي الأهلي ما بيحصلوش حاجة. ده الحسد بعينه. ولا بيتأثر بكورونا، ولا بيتأثر بأزمة أوكرانية، ولا بيتأثر بعقود رعاية، ولا بيتأثر بلعيبة صوب، ولا بيتأثر. والله العظيم بكام جد، بكام جد. أو نادي قوي. لا هو في حاجة غلط. في حاجة غلط في المعادلة. يعني مش يعني كورة بتاعت زيزو اللي جت في العارضة في الدقيقة كام، عفشة يجيب الجون، في حاجات غريبة بتحصل. بيعملوا أعمال؟ لا. هو في، انا مقتنع ان في حسد وعمال، يعني مقتنع ان في ناس بتعمل كده. شفت حد بيعمل كده؟ احنا يا نهار ابيض، احنا في احنا في افريقيا. احنا بنروح بالميه بتاعتنا، بنروح بال، لا انت في افريقيا بتروح بالميه، بتروح بميه انتوا واخدينها ما تشربوش حاجه، الميه من مصر واخدين اكل من مصر، ما تشربوش من هناك، ما ينفعش نلمس حاجه. انت في افريقيا بيرموا عليكي حيوانات بتتذبح وتتقال عليها حاجات وتترمي عليكي في الاوتيل وفي المعسكر يا نهار ابيض. ده والناس كلها عارفه، والاهلي بيحصل له كده، مصر بيحصل له كده. طب ما الاهلي بيحصل له كده بس هو فله. لا بصي، عشان ما اقللش من النادي الاهلي، طبعا النادي الاهلي هو منظومه قويه جدا، بتحسدهم على استقرار. هو منظومه قويه جدا في وسط منظومه رياضيه ضعيفه، فهو قادر ينجح لوحده. يعني الاهلي اقوى من اتحاد الكوره، الاهلي اقوى من الانديه كلها، الاهلي اقوى من رابطه الانديه، الاهلي اقوى من وزاره الرياضه. فاهم قصدي؟ هو نجح علشان السيستم غلط. بس ده مش معناه ان لو سيستم بقى صح ان هو هيفشل، ممكن يفضل ناجح. الخطيئة الرابعة، خطيئة الشراهة. ايه الحاجة اللي عندك ليها شراهة تحبها قوي في المطلق ولا في الزمالك؟ في الاثنين. لا النجاح، يعني انا بحب ان يتقال عليا شاطر او ذكي او كده، فدايما تحب يتقال عليك ولا بتحب تشوف نفسك؟ بحب اتشاف كده، يعني احب اعمل الشغل اللي يعني اللي يبين ان انا شاطر، او يبين ان انا ذكي، او يبين ان انا مختلف في ده. انا مش ما عنديش حاجه تانية اعملها. انتوا ممكن تبقوا انجم مني في الكوره، اشهر مني، عندكم فان بيز اعلى، بس ما عندكوش دماغي، ما عندكوش ذكائي، ما عندكوش طموحي، ما عندكوش خبثي. ممكن تشوف نفسك خبيث في الافكار، في التنفيذ وفي الافكار. انا خبيث ومستبع في نفس الوقت. يعني انا ممكن اعرف معلومه عن لعيب عندي في الفرقه افضل سايبها معايا سنه عشان انا هستفيد منه السنه دي، وبعد السنه دي هشوف هقيمه، لو ما استفدتش منه هواجهه، استفدت منه هعرفه ان انا عرفت ان كان في كذا كذا بيحصل وسامحتك. عندي القدره دي يعني. فالشراهه كان عندي مشكله في البطولات. اول بطوله خدتها واول ميداليه خدتها روحت بيها البيت عندي حيطه كده، بقيت متخيل ان شايف الميداليه دي قرعه كده لوحدها، فعايز واحده تانية جنبها، عايز واحده ثالثه جنبها، لحد ما بقوا 8. طيب